انا من دابا من 9 مارس وانا مكونسيه هنايا في المغرب بلوكي. بغينا نطلبوا ان راباتريمون ولا تحلوا لنا لي فرونتيير باسكو هنايا صبرت سالنا في صراحه سيدي ربي. عندنا عائلتنا تماك، عندنا حياتنا، عندنا خدمتنا. انايا جو سوفر دو سبونديلارتري، الشوكات ديالي ما لقيتهمش كاع في المغرب، طلبتهم باش يجيوني من فرنسا ما بغاوش يدوزوهم لي دوان. اذا شنو سميتو تنخلص كره هنايا وتنخلص الكره لهيه، خصني نديروا لنا شي حل باش نمشيو بحالاتنا. حنايا مغاربه اه بصح وبيناسيونو فرنساويين، ولكن عندنا حياتنا تماك. بغينا دابا يديروا لنا شي حل باش يحلوا لي فرونتيير، ولا يديروا لنا دي زافيون، ولا يديروا لنا دي باتو. الله يرحم الوالدين. الوغ فاش تنجيو لهنايا ما تيجاوبوناش حتى الجواب، ما تيحلوش حتى الباب. والبارح من جينا الكونسول شافنا هنايا كنا، وخرج من الطوموبيل ديالو ومشى. راه كاين الفيديو في شنو سميتو فيسبوك، خرج ومشى ما هضرش معانا، ما شافش فينا حتى الشوفه. اليوم واحد السيده خرجت من لهنايا، خدات 5 ديال الناس كتباتهم وقالت لنا انا عييت حتى الغدا وعاوتاني ولي ورجعوا. ومن سمعنا بلا ديك الناس غدا في 5 الصباح يمشيو بحالاتهم ان شاء الله، عندهم غاباتريمون. اذا شنو كاين؟ كاين الفرزيات، شنو واقع؟ بغينا نعرفوا شنو كاين، ماشي شي يمشي وشي ما يمشيش، وشي يخلص البيي ب 200 يورو وشي يخلصو ب 600 يورو، هادشي راه ما يمكنش. لي كار اللي تيجيو يديونا باش يديونا من فاس لكازا ولا اكادير ب 400 درهم 400 درهم، سي امبوسيبل. راه هادشي هذا خص يديروا ثمن لكل واحد بحال بحال، كل واحد يكون عنده ثمن بحال بحال. جيت غير باش نحضروا واحد الجنازه ديال الاخت ديالي، فقدت واحد الاخت ديالي الله يرحمها، وجينا انا واحد الاخت واحده اخرى وبنت اختي. جينا في 10 مارس، جينا في 10 مارس وبقينا عالقين هنايا، يعني الحدود كلشي تبلعوا. ويعني وللاسف للاسف كان يعني للاسف غادي نقول هذه الهضره، هذه هي حقيقه غادي نقولها، للاسف السلطات المغربيه ما عطاوش للناس اعلام منين بلعوا. كان عليهم يعلموا الناس ولو غيب 10 ايام ولا 8 ايام يقولوا راه غنبلعوا، بلعوا يعني في مره وبقاو الناس هنايا حاصلين. اللي عندهم الروتور ديال البي ما قادرش يرجعوا. المهم دابا هذا الشيء المهم داز ماشي مشكل، ما نهضروش على الماضي، تنهضروا على الواقع. على دابا الناس راه عيات، والناس راه هنا هذه 3 شهور وهما عالقين هنايا في المغرب، تسال لهم فلوس ما عندهمش فلوس، والعيالات راه حاملين. كاينه واحد السيده هنا وماشي غير وحده، يعني هذه حاله ولكن كاين حالات كثيره، كاينه ناس يعني عيالات حاملين وما شكون غادي يصير عليهم؟ شكون اللي غادي هنا في المغرب؟ واش غادي تولد هنا في المغرب ولا غتولد في فرنسا؟ واش هذاك الوليد ديالها الا ولدت هنا في المغرب غياخذ الجنسيه الفرنسيه ولا لا؟ يعني مشكله هذه. الله يجازيكم بخير. انا دابا الطلب ديالنا كاملين، ديالي وديال هاد الناس كاملين كلهم، لا اللي حامل الجنسيه المغربيه ولا اللي ما حاملش الجنسيه المغربيه، الطلب ديالنا الواحد هو هاد الناس بغاو يديروا لهم حل باش يدخلوا بحالهم عند وليداتهم. وكنطلب من السلطات المغربيه تحل المطار ديال فاس، لان كاين بزاف ديال الناس هنا عالقين في فاس، يعني في فاس وفي النواحي ديال فاس راه كاين ما يزيد على 2000 واحد اللي كاينه هنا عالقه في فاس. تقريبا هذه 3 شهور باش جيت لهنايا بقيت مبلوكيه. المهم بغيت انايا غير حل، حتى التليفونات دايرين ثلاثه ديال التليفونات ما غاديش يقبلوا يستقبلوا، ما يقدروش يستقبلوا يعني عباد الله بزاف، فهمتيني؟ يعني الواحد خاصو او موا يدير واحد 6 تليفونات 7 وديما طافيين. حنا بغينا غير حل، ما بغينا حتى حاجه، حنا بغينا حل نمشيو بحالتنا، طلقونا نمشيو بحالتنا. هادشي هنا ما كاين ما يدار، شنو غادي نجلسوا دايرين مونسينهم؟ اصلا الخروج ما كتخرجش غير الدار، يعني ما تقدرش تبقى جالس في الدار، وسيرتو اللي عنده وليدات. انا جايبه جوج وليدات وحاصله فيهم وصغار، يعني ضروري خاصني نمشي بحالاتي. حنا بغينا نمشيو بحالنا، ما بغيناش نجلسوا هنا. هنا ما كيعطيوكش وقت باش يجاوبوك اصلا، هنايا ما داينهاش فيك، يعني ما معتبريناش وما حاسبيناش. يعني حيره غير فاش كيجي الصيف كيقول لك سويي فيان فوني، فاش كيجي الصيف كيقول لك مرحبا بكم في المغرب في بلادكم. يعني هنا كنعرفوا راسنا قيمتنا شنو هي. الواحد حنا جينا نهضروا غير على حقنا، ما طالبين والو، بغينا خويا ندخل بحالاتنا. سيتو كاملين الناس راهم واحدين، بغينا عندنا مشاكل. راجل اللي عنده شركه ديالو حابس، الخدامه كيعيطوا له، يعني كلش حابس، ما يمكنلوش يجي غير هو سوسيتي نتاعو من البعيد، يعني خاصو يدخل بحالته. عندي وليد مريض خاصني نمشي بحالاتي، حنا بغينا ندخلوا بحالنا، ما بقيناش باغيين نجلسوا هنا. سيتو ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.